تقول السائلة: عندنا عادة عندما تكمل المرأة النفساء 40 يوما يصنع لها الطعام من البلح والفطائر ويسمى كرامة 40، ويدعى له الجيران والأهل أو يوزع على الجيران، هل هذا العمل بدعة؟ ليس ببدعة، هذا عمل فرح يتبع العادة، لكن ما لا ينبغي أن يخرج فيه إلى الإسراف والبخ والزيادة في الإنفاق. ولكن لو سأل سائل هل يجوز أن نجعل العقيقة على هذا الوجه، بمعنى أن نذبح العقيقة في اليوم السابع وندعو إليها الجيران والأقارب، أو نذبح العقيقة ونتصدق بها؟ الجواب: الجمع بين الصدقة وجمع الأقارب أحسن، لأن الصدقة فيها نفع الفقراء، ولا بد من أن ينتفع الفقراء بما ذبح تقربا إلى الله عز وجل. واجتماع الجيران والأقارب فيه خير، فيه صلح وتعارف وتآلف وإظهار لهذه الشعيرة التي هي العقيقة.